راح أعلمك أسهل طريقة تضعف فيها، خصوصا إذا كنت من ربع المطاعم واليمعات. مشكلة الناس اللي يروحون مطاعم وايد دائما يروح المطعم وهو يوعان. اليوم بعلمك شلون تروح المطعم وانت مسكر شهيتك، فتقدر تتحكم بكمية الأكل ونوعيته، لأنك إذا رحت المطعم وانت ميت يوع، كلنا ما راح نتحكم بالكمية ولا نوعية الأكل، بنطلب الدين والدنيا. الصدمة إن هذا الحل، أنت متخيل؟ تمر وهردة قبل لا تروح المطعم وقبل لا تروح اليمعة. بعلمك بالضبط وبالكمية إيش كثر تاكل. طال عمرك راح تاخذ بين 3 إلى 5 حبات تمر وتغطسها بالهردة أو الطحينة. وإذا ما تحب الطحينة تقدر تستخدم القشطة بدلاً عن الطحينة. لا تزيد عن 3 إلى 5 حبات من التمر مع طحينة أو مع قشطة مثل ما قلنا. طيب متى تأكل التمر والهردة أو التمر والطحينة؟ قبل لا تطلع من البيت، قبل لا تتجه إلى المطعم، أكل، دق سيارتك سلف وروح المطعم أو روح اليمعة. إذا ما قدرت تتحكم بكمية أكلك ونوعية أكلك بعد هالحركة، تعال حاسبني أنا وبس والله.